افتتاح الرئيس امبارح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، كان على رأس تلك المشروعات مشروع 1.5 مليون فدان، وكمان صوامع القمح بقرية المراجدة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ده بتمويل من الإمارات العربية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى تفقد آخر التطورات بمشروع المثلث الذهبي. افتتح أيضا الرئيس كوبري محور جرجا بمحافظة سوهاج.